في مدينة الدار البيضاء إصدار جديد للإعلامي بوشعيب الحمراوي، هو مؤلف يتضمن مجموعة من المقالات الصحفية عنونها الكاتب برسائل سياسية، توثيق لتجربة كتابة في فترة محددة ودقيقة. التوقيع حضره حسن زكي ومحمد أودة. رسائل سياسية مؤلف جديد للإعلام بوشعيب حمراوي، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات الصحفية التي تطرق من خلالها لتوضيح وتقريب حقيقة عدة وقائع وأحداث وطنية ودولية. 44 رسالة، 7 رسائل اللي هي دولية، و37 رسالة اللي هي وطنية. الرسائل بطبيعة الحال تعالج جميع القضايا اللي كاينة في البلاد على المستوى السياسي والقضائي والفني والرياضي والتعليمي والأخلاقي. حاولت ما أمكن على أساس أنني نقيس جميع الجوانب ونأرخ ولا نخلي واحد الكتاب اللي ربما إلى ما تشاف اليوم يتشاف غدا. هي رسائل يوجهها كاتبها للمواطن، حيث يعتبرها تعكس صورا لواقع يعيشه المواطن أو يتعايش معه في محاولة لحثه على تغيير هذا الواقع لما هو أحسن. لأن المواطن هو اللي كيفرز المنتخب، والمواطن هو اللي كيفرز المسؤول الحكومي والمسؤول جميع القطاعات، وبالتالي إلى بقى كيقاوم هذا المواطن بجدية كونوا متأكدين على أنه غادي يمسح هذا الفساد، وغادي يعطينا واحد النخبة وواحد التشكيلة ديال المواطنين، وغتكون العمل في جميع القطاعات غيكون بعمل بالمواطنة وبناس غيورين على البلاد. 180 صفحة حاول من خلالها الإعلامي بوشعيب حمراوي أن يتيح للقارئ المغربي فرصة الاطلاع على مجموعة من مقالاته الصحفية الشاهدة على وقائع وأحداث سياسية عاشها ويعيشها المغرب والعالم.